الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على حامل لواء الحسين. السلام على كفيلة أيتام الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، حياكم الله من جديد وحلقة جديدة وبرنامج عشائر وشعائر. لا تزال كاميرا وكادر برنامج عشائر وشعائر قناة الإمام الحسين تتجول وتتشرف بأن تكون في ضيافة عشائر العراق بحضور شيوخها، بحضور أبنائها، بحضور وجهائها. اليوم في الناصرية وبالتحديد في مدينة قلعة سكر، أنا وأنتم وإحدى عشائر العراق ذات التاريخ الذي يحتاج ربما إلى حلقة خاصة أو أكثر إذا ما أردنا المرور به. عشيرة في عمق التاريخ، في أمهات الكتب، لها العديد من المواقف ولها الحضور المميز، خصوصا اليوم وبعد دور العشائر العراقية، وهذا الدور الملموس والواضح الذي نحاول في كل الحلقات أن نقف عليه تاريخيا وحاضرا. أنا وأنتم في ضيافة وفي مضيف عشيرة خويلد العام، وأنا وأنتم وإن كنا في مضيف الشيخ نرحب به على شاشة قناته، قناة الإمام الحسين. حياك الله شيخ حرشان، وأهلا وسهلا بيك على شاشة قناتك وإحنا بمضيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء عمومتي، أقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في مضيف قبيلة خويلد. والنعم، والنعم منك أبو حسين. إحنا متشرفين أنه اليوم أنا والكادر وحتما المتابعين كذلك أن نكون في ضيافة هذه العشيرة وفي مضيف الشيخ حرشان جودة البردي، اللي هو أحد أعلام العراق، أحد زعماء القبائل اللي إلهم حضور واللي إلهم دور. بداية إحنا بكل الحلقات اعتادينا أبو حسين أنه نمر ولو بشكل سريع عن نسب العشيرة، تاريخ العشيرة، قدومها. مثلا أغلب عشائر العراق تعرف اليوم هي أغلبها من الحجاز ومن اليمن ومن الجزيرة، أكو بعض العشائر لا أصلا موجودة في العراق. بالنسبة إلى عشيرة خويلد، نسبها وين ممكن يمتد وأصل تواجدها؟ حقيقة بالبداية بودي أن أقدم اعتذاري لأخوتي وأبناء عمومتي رؤساء بعض العشائر من خويلد والحمايل اللي حقيقة هم بعيدين عنا، ولذلك ما أردنا أن نقدم لهم لأنه باعتبار بيننا وبينهم المسافة كبيرة، فما حاولنا نتصل بيهم. إحنا إن شاء فاكتفينا بهذا القدر من أبناء عمومتنا الموجودين، ونروح لهم إن شاء الله. حياكم الله وأهلا وسهلا في كل مكان بعد خويلد. لا يخفى على جنابك إحنا أحد قبائل العراق الموجودة، هذا من جانب. من جانب آخر إحنا قبيلتنا قلت لك نزحت من اليمن إسوة بالقبائل الأخرى، فنسب خويلد يرجع، خويلد يرجع إلى ابن عوف، ابن عقيل، ابن عامر، ابن صعصعة، وقبيلة عدنانية عندك التاريخ معروف بالنسبة لخويلد. نعم. زين، ما عندك بحد ذاكرتك مثلا في قبل الإسلام، بصدر الإسلام؟ لا، كانوا هم قبل الإسلام وقبل الجاهلية بالذات، لأنه كانوا يقال أنه يسمونهم بنو عقيل. بنو عقيل قبل تسمية أو قبل ولادة خويلد؟ نعم، قبل ولادة خويلد. بنو عقيل غير عقيل؟ بنو عقيل اللي منهم كان أحد قادتهم كانوا ويا النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه بن جرادة، مو بن جرادة هيك يعني. أي. أي. نعم. يعني قبل الإسلام كانوا، قبل الإسلام نعم، حضورهم إلى العراق كان مع الهجرة. نعم، مع الهجرة اللي صارت إسوة بالقبائل الأخرى. نعم. زين، بالنسبة إلى تواجدكم اليوم أبو حسين،
تواجد محدود هنا بمنطقتنا السنة من خلال اعتذارك اللي قدمته إلى شيوخ حمايل وعشائر خويلد بكل مكان. طبعا تحياتنا لهم بكل مكان، وإن شاء الله نكون في ضيافتهم ونزورهم المضايفهم. يعني فهمت من عندك أنه معناته عشيرة خويلد ما موجودة فقط بالناصرية، وإنما إلها حمايل ولا عشائر في باقي محافظات العراق. من خلال النزوح اللي صار جنابك تعرف، من خلال النزوح اللي صار أسوة مثل ما قلت لك بالقبائل الأخرى، إحنا صار محط رحال المركز الرئيسي للعشيرة أو للقبيلة هو قلعة سكر، محط رحالنا الأصلي. وبالتحديد كنا في منطقة الحميرة اللي يسمونها الآن حاليا. فتعرف أنت القبيلة توزعت وتكاثرت وانتشرت من ذاك التاريخ. يعني إحنا خوب هسه بالنسبة لنا نحشي لك على مستوى محافظات، بل إحنا الآن لدينا غير المحافظات، يعني مثلا ثقل في بغداد، ثقل في كربلاء، ثقل في النجف كلش كثير، بالبصرة، بالسماوة، هاي بالحلة، يعني بالعراق كله. هذا من جانب. ناهيك انه عندنا علاقات الان في في الدول المجاورة الاخرى، يعني في نعم لدينا معهم اتصالات في الاردن وفي مصر وفي لبنان، لدينا معهم اتصالات الان تواصل، وفي الخليج في الكويت. نعم زين. اغلب العشائر اللي التقيت وياهم شيخنا لقيت اكو امتداد هوايه، يكون اكو يعني لهم بالاهواز. مو احنا بالنسبه لنا بالاهواز خويلد قد يكونون موجودين لكن ما عندنا اتصال بهم بالضبط. نعم زين. هسه بالنسبه للعراق اكيد عندكم تواصل، اكو سر لقاءات، اكو سر اجتماعات، المناسبات، الافراح وغيرها ترتقون. بالنسبه الى عشائر خويلد اللي موجوده خارج العراق متواصلين وياهم؟ مثل ما قلت لك احنا حتى عندنا الان اتصالات، وحتى اكو زيارات خاصه لبعض الناس اللي من ابناء عشيرتنا اللي واصلين، المثقفين المسؤولين يسوون لقاءات ويروحون هناك. مثلا راحوا مصر قسم من عندهم، راح الاردن قسم من عندهم، وحتى في لبنان والتقوا ويا ناس هناك. نعم تواصلوا. نعم نسب موجود، نسب موجود. واحنا مو بس هذا، يعني احنا خويلد الى نسب اخر، الى عندنا اخوه، احنا اخوه قبائل اخرى مثلا يرجعون عباده اخوتنا، مثلا قيل اخوتنا ربيعه خفاجه، احنا ذولا خمس اخوه. خمس اخوه؟ نعم خمس اخوه تاريخيا. تاريخيا مثل ما عدت. نعم عدنانيه. نعم وايضا هذا متواصلين اكيد. اكيد عندنا تواصل اجتماعي وغير اجتماعي. نعم احسنتم ابو حسين. اريد انتقل وياك يا ابو عقيل، بس خليني المايك هذا قريب من عندك. يعني انا على حد معرفتي بعد شلون أكيد الجمهور المتابع للبرنامج يعرف أن أحمد ماضي من قلعة سكر، وهذول أبناء مدينتي وأنا ممتن لحضورهم ومعتز بتواجد بيناتهم، وأعرف أنه من المهتمين بتاريخ العشيرة هو الأخ أبو عقيل. حياك الله على قناة الحسين أبو عقيل. معلوماتك اللي ممكن أن نضيفها على معلومات الشيخ حرشان حول تاريخ عشيرة عقيل. بالنسبة لخويلد، خويلد ابن عوف، وعوف أخوانه خمسة. خمسة هو عامر وعمره وعبد الله وعبادة. نعم عمره خفاجة يرجعون أيضا العمر. أيضا أخوة. إيه أخوان خويلد. فخويلد أولاده أربعة. أولاد خويلد أربعة. أربعة أبا عقال خمسة. نعم. أبا عقال وأبا حرب والأعلم ربيعة. فبالنسبة للخويلد في العراق هم يرجعون للأعلم. للأعلم. وأما خويلد متواجدين في سوريا في حلب ويسمون بني العديم وبني مزاحم، وخويلد متواجدين في الأحساء والقطيف وفي منطقة تسمى منطقة الخويلدية موجودة حاليا بال يعني منطقة موجودة هي موجودة نسبة للعشيرة. هي نسبة العشيرة. أحسنت. موجودة بالأحساء والقطيف. هاي بالنسبة الخويلد. بالنسبة للربيعة هو يسمى عامر بن ربيعة، وهو حامل لواء أمير المؤمنين ومعركة النهروان، وهذا يرجع إلى خويلد بن عوف بن عقيل بن عامر بن صعصعة. أحسنت. هذا هاي المعلومات اللي موجوده بكتب التاريخ. اي كتب التاريخ ويقدر يعني مستمع او اي مثل كتاب درة حلب في معرفة انساب العرب، هذا موجود بين العديم. إيه؟ وبين العديم ادباء وقضاء وموجودين موجود هذا اي موجودين بالنسب. اي زين انت مثلا بحكم هذا التواصل او الالماء هاي القضيه، ما حاولت انه اليوم التكنولوجيا تساعد على هذا الموضوع؟ نعم. بحكم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي غيرها، انت او الشباب الباقيين الموجودين أن تتواصلون، تنفتحون على 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 أبناء عمومتكم مثلا في سوريا، مثل ما قال جناب الشيخ أكو بعض الإخوان تواصلوا، أنت ما حاولت هاي المسألة؟ نعم هناك خويلد متواجدين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي الأهواز خويلد، بس ما يوجد هناك اتصال معهم.
قليل قليل الاتصال معهم. انا بس اريد حسين يخلي يم استاذ هاني المايك لا زحمه. حياك الله استاذ هاني. اشكرك ابو فيصل، اهلا وسهلا بك. قناه الامام الحسين. اهلا وسهلا بكم، نتشرف بحضوركم اليوم بيناتنا. جناب الشيخ تطرق الى دور الشباب اليوم ودور المثقف في التواصل مع ابناء العمومه. اليوم العالم اصبح قلب على صحيح. قول المختصين بالامكان ان تتواصل، بالامكان ان تتعارف. يجوز اكيد همتين لما تصير فقره الشعر وننتقل مع استاذنا الشاعر اسماعيل الصياح من شعراء العراق اللي مثلوا العراق طبعا في اكثر من 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 محفل عربي بعدد من الدول، ربما ايضا صفح هذه الورقه قد يكون وتعرف على عشان. بس انت بحكم يعني سنك، بحكم شهادتك، حاولت انه تنفتح على ابناء عمومتك عربيا؟ مؤكد، واتمنى اذا كان عند حضرتك والاخوه الحاضرين بعض الوقت إيه احب اضيف بعض التفاصيل للاسئله اللي طرحتها على الشيخ إيه؟ واللي طرحتها على الاخ ابو عقيل. في البدايه انا شخصيا، انت حضرتك تعرفني والاخرين يعرفوني، انا مو نسابه لا ولا مختص بالنسب، واصلا اختصاصي بعيد كل البعد عن هذا الجانب. إيه نعم. لكن بحكم كوني احد ابناء هذه القبيله، طبعا يهمني تاريخ القبيله، يهمني اصلها ويهمني نسبها. وخصوصا مثل ما تفضلت بالوقت الحاضر التكنولوجيا اصبحت متاحه في ايدي الجميع. صح. العالم اصبح عباره عن قريه صغيره، بامكانك انت وانت قاعد ان تطلع على تفاصيل كثيره قد تكون غايبه عن الناس اللي قبلك. خذت هاي التجربه. خذت هاي التجربه، وقلت لك باعتباري واحد من افراد القبيله طبعا يهمني تاريخها ويهمني انا اتعرف على اصولها وعلى نسبها. فمن خلال توفر التكنولوجيا، وهي هاي من النعم الكبيرة، اطلعت على تفاصيل كثيرة تخص مثلا تاريخ القبيلة، تخص أصولها، تخص فروعها. اللي أحب أضيفه قبل أن أجاوب على سؤالك، اللي أحب أن أضيفه على اللي طرحه الأخوة، أولا بالنسبة لقبيلة خويلد، قبيلة عربية عريقة وأصيلة ولها جذور موغلة في القدم، ولها مواقف ومآثر موغلة في الفخر تماما كإيغالها في التاريخ. وليس من المنصف انه احنا نستعرض تاريخ قبيلة كبيرة مثل هذا الحجم بهذه العجالة، لكن بإمكاننا ان نمر على بعض النقاط او المفاصل المهمة في تاريخها ضمن الوقت المحدد. قبيلة خويلد بن عوف، او كما يسمون الوقت الحاضر اولاد عوف، أو يلقبون أيضا المعايفة نسبة إلى جدهم عوف بن عامر. وكما حتى في السابق طبعا في زمن الجاهلية، أنت سألت الشيخ إذا كانوا موجودين قبل الجاهلية أو بعده، حتى في زمن الجاهلية كان لقبهم العوفية نسبة إلى جدهم عوف بن عامر. هاي القبيلة ترجع إلى طبعا حسب ما يورده كبار المؤرخين، ترجع إلى الجد الأكبر للقبيلة اللي هو خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، امتدادا بسلسله النسب طبعا وصولا الى عدنان ابن سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم الخليل. ومن المتعارف عليه ان قبائل العرب تنقسم الى شطرين، شطر عدناني وشطر قحطاني، فقبيله خويلد من الشطر العدناني. ما يذكر عن هذه القبيله، كبار المؤرخين، التكنولوجيا وفرت لنا كل شيء بالوقت الحاضر، وطلعنا على كثير من الكتب والتفاصيل. أحسن. عمر بعض الكتب قد يصل إلى 1200 سنة. نعم. لما أكلمك عن مثلا كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي اللي عاش في القرن الرابع الهجري تقريبا، بداية القرن الرابع الهجري، أو كتاب التعليقات والنوادر. نعم. لزكريا ابن هارون الهجري اللي السابع ونص بعد، مو بس مهندس. لا لا، في حدود معلوماتي اتكلم لك، في حدود ما طلعت عليه. هذا شيء حلو. اي التعليقات والنوادر لزكريا بن هارون الهجري المتوفى سنه 300 هجريه، يعني قبل 1100 سنه. الطبقات الكبرى لابن سعد. سبائك الذهب. شو اللي لقيت بها شيء مهم عن خويلد؟ الاشياء المهمه عن قبيله خويلد اللي اتمنى من الاخوه الاخرين الموجودين ايضا يعني ياخذون المعلومه ويتحققون منها اذا كان هذا لا ان شاء الله تفضل. هذا نسبيا هاي اصول القبيله. نعم، هاي وحده. النقطه الثانيه هي الموطن الاصلي للقبيله، وانت سالت الشيخ. نعم. وانا اكمل لك جواب الشيخ. نعم. ما اعدل عليه. نعم. قبيله خويلد
هي كما يذكرها كل المؤرخين اللي ذكرتهم وغيرهم من المؤرخين، وحتى بعض الباحثين بالوقت الحاضر، يعني الباحث طلال العقيلي، الاستاذ الدكتور طلال العقيلي، واحد من اكبر الباحثين الموجودين في الوقت الحاضر بانساب القبائل، الى بحوث في هذا الجانب ايضا انا اطلعت عليها. نسبيا ها هي اصول القبيله، موطنها، موطن القبيله باعتبارها هي في ذلك الوقت كانت احد بطون قبائل عقيل ابن كعب او عقيل ابن كعب، او كما يسمى بعدين بلهجتنا نسميه عقيل. هي احد بطون هذه القبائل، كانت تسكن في وادي العقيق، او اللي اصطلح على تسميته ايضا في ذاك الوقت وادي بني عقيل، كان الوادي كله يسمى باسم هذه القبائل. وادي العقيق منطقة في شبه الجزيرة العربية، حاليا بالوقت الحاضر يسمى وادي الدواسر، وتسكن قبائل الدواسر وقبائل السبيع الغلباء اللي هي أيضا من فروع بني عقيل. انتقلت مع الفتوحات الإسلامية كثير من فروع القبيلة، انتقلت استوطنت بعضها في العراق، بعض الآخر في الشام مثل ما ذكر الأخ أبو عقيل، فروع أخرى انتقلت لمصر وشمال إفريقيا، بعض الفروع بقيت في الجزيرة العربية لكن أيضا تفرقت بسبب بعض النزاعات والحروب اللي حدثت، مثل الحروب اللي نشأت بعد مقتل توبة ابن الحمير. طبعا يعرفون الأخوان توبة ابن الحمير هو جد قبيلة خفاجة. بعد مقتل توبة ابن الحمير حدثت نزاعات وحروب أدت إلى جلو بعض القبائل، فانتقلت توزعت داخل الجزيرة العربية، انتقلوا بعضهم أيضا، انتقلوا إلى شرق الجزيرة العربية. حتى يكون الوقت كافي لنا، هذا التوزع اللي الان موجود مثل ما اشرت في لبنان وفي مصر، حاولت انه تتواصل مع بعض؟ نعم بالتاكيد بالتاكيد مثل بالتاكيد انا عندي تواصل كثير بالذات مع اخويلد خارج العراق، خارج العراق احسن، يمكن حتى اكثر من اخويلد اللي داخل العراق. لانه هذول اخويلد داخل العراق عوامي واعرفهم يعرفوني. استاذ هاني اكو فد رموز معينه مثلا استوقفتك عشان تكون من مصر من لبنان؟ اكو كثير من الشخصيات حتى بس ما حضرني اسمه، عضو في مجلس الدوله في مصر، عبد السميع عضو في مجلس الدوله في مصر، على تواصل وياك؟ نعم انا اتواصل وياهم مراسلهم باستمرار، لكن اتذكر اكو احد خدمه الحسين من السعوديه من خويلد، الشيخ حسن خويلد قبائل المنبر، الاخ ابو عقيل ذكر لك انه تواجد خويلد في السعوديه بالذات وبالذات في المنطقه الشرقيه في الاحساء والقطيف تواجد كبير جدا، حتى انه احد المدن هناك تسمى مدينه الخويلديه وهي تقع بالقرب من القطيف، وتسميتها الخويلديه حتى تاريخيا اني اطلعت عليها تسميتها بهذا الاسم نسبه الى قبيله خويلد بن عوف اللي تسكن المنطقه. احسنت استاذ هاني الله يبارك فيك. حسين بلا زحمه اريد تنقل المايك نايم استاذ اسماعيل، ممنون منك على هذا السابق. حياك الله استاذ اسماعيل، انا مشرف ان يجدد اللقاء وياك، ولكن عشائريا وليس شعريا. انت احد ابناء هذه العشيره اللي يعد الان من شعراء العراق الكبار اللي مثلوا العراق في اكثر من بلد، وحصلوا على العديد من الجوائز وحصلوا على العديد من الشهادات والامتيازات بقلمه وابداعه. اليوم انت بين ابناء عمومتك، احنا في ضيافتك، انت في ضيافه القناه ان شاء الله. اشبع استاذ هاني وابو عقيل وجناب الشيخ ابو حسين اشبعوا موضوع تاريخ العشيره. اريد قبل الفاصل فد فاتحه شعريه من لسان وقلم الاستاذ اسماعيل. اهلا وسهلا بكم وبجميع كادر القناه. احسنتم الله يبارك فيكم. نيابه عن والنعم من الجميع اخواني واعمامي، الحمد لله والشكر بأنه الأخوان تفضلوا بما فيه الكفاية عن شرح تاريخ المدينة، أو العفو تاريخ العشيرة في المدينة وفي نزوحها من أصولها من أماكن أخرى، وطلبا ونزولا إلى رغبتك وتلبية لقناة الإمام الحسين سوف أقرأ عن الإمام الحسين. بارك الله بك. بما أراه أنا حول إمكانيتنا إحنا كأفراد أو فهمي لقضية الإمام الحسين وما يبتغيه الإمام الحسين. أحسنت. نستمع. الله
المجموعة في طبعا القصيدة موجودة في ذاكرة الرمل الفائزة في مسابقة في الإحساء والقطيفة الدمام تحديدا يعني يا معمام نخوالد اللي هناك. قراءة في سورة الفجر: والفجر وليال عشر إلى أبي الأحرار عليه السلام. للفجر للأطيار والحقل ولبسمة تقفو خطى الطفل ولأجل إذان لأعيننا كي لا تهاب مواسم السمل. أوجزت للأجيال فلسفة ألا يبايع مثله مثلي. أحسنت. أحدثت في اللاوعي مملكة أثثتها من غربة الأهل. صرت الوضوح بدرب من قصدوا معنى الحياة بصعبها السهل. وفم السراج فزيته دمك المسفوح يحمل حكمة النخل. فالرفض حتى الموت قلت لهم مفتاحكم في سطوة القفل. سنت. وكوابل مذ أن رسمت لهم جرف النهار على ربى الليل. يا سيد اللاءات صرت جميل. فمن جميل. للرافضين العيش في ذلي. يا سيد اللاءات يا سيد اللاءات صرت فمن للرافضين العيش في ذلي. وبثلة كانت قد ارتشفت ضرع الغمام بمائه النهل. عبد مسيحي مع امرأة قد آمنوا والطفل كالكهل. كانوا الأقل تفجروا همما متجاهلين وصية النمل. حلو. لكنهم صاروك مذ لمسوا حرية تنمو مع الحبل. حتى الله. الرضيع الله. نذرته عطشا لكنهم يذر لكنهم صاروك مذ لمسوا حرية تنمو مع الحبل. حلو. حتى الرضيع نذرته عطشا يذر القماط بذروة النبل. كانت عيون النصر مشرعة لم يثنها مغبر من جهلي. كل المساءات التي اشتعلت شيبا أضاءت عتمة الرمل. حين الكمال على الثرى جسد صلبت عليه سنابك الخيل. من أجل دستور يؤرشفنا الأنقى حببت النزف أن يملي. كنت المسيح وكلنا علل والدمع للأخطاء لا يجلي. يا سيدي يا سيدي اللاءات أعينها كم أغرقت من كثرة الكحل. كل الدروب مشت بنا رهقا مذ أبدل الينبوع بالوحل. ما تبتغيه لحون آخرة للرقص بين البوق والطبل. أحسنت. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسنت. أحسنت. أحسن الله إليك. شكرا بارك جزيلا. الله بك. شكرا جزيلا. بارك الله بكم. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، بعد قصيدة الأستاذ إسماعيل الصياح فاصل ونعود وإياكم وعشيرة خويلد في مضيف الشيخ حرشان جود البردي. خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إبليس عند قتل الإمام الحسين عليه السلام يطير فرحا ويقول: يا معشر الشياطين، اجعلوا شغلكم بتشكيك الناس. إن الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام بجميع أنواعها وأقسامها هي من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهي من أظهر المصادق للشعائر الإلهية التي قال الله تعالى عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل أمل فيكم معاشر الزعماء الأكارم، وفقكم الله تعالى في العراق الصابر الصامد أن تجندوا الطاقات أكثر وأكثر في سبيل مواصلة الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام، وتوسيعها حتى تعم كل ربوع العراق ثقافة الإمام الحسين عليه السلام، التي هي ثقافة الإسلام العظيم. فالإسلام محمدي الوجود، علوي الاستقامة، وحسيني البقاء. والله هو الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، حياكم الله من جديد، وبرنامج عشائر وشعائر، وهذه الحلقة مع عشيرة خويلد بن عوف. العوفية مو أستاذ هاني؟ نعم، عوفية أولاد عوف. وفي مضيف الشيخ حرشان جودة البردي من جديد، حياك الله وحسين. مرحبا. احنا طبعا تعبناك ونعتذر، انت التزاماتك اكيد هواية، وافتهمت طبعا من العام ابو صالح حياك الله كل اهلا بيك انه اكو مشي عشائرية، فبعد لازم نكمل هذا الفاصل ان شاء الله ونتشرف حضورك. الله يسلمكم. من الامور المهمة ابو حسين اللي يقف عليها تاريخ العشائر العراقية بشكل عام هي موضوعة ثورة العشرين، وكيف أن العشائر بذاك الزمن لبت فتوى الميرزا الشيرازي رضوان الله عليه اللي أفتى بثورة العشرين، ودور العشائر حقيقة دور كبير ومهم ومميز، وإذا أردنا أن نتصفح نحتاج إلى وقت طويل. اليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه وترجع فتوى المرجعية، ولكن ليس باحتلال إنجليزي ولا باحتلال غربي، وإنما باحتلال إنساني إن صح التعبير. ناس ارتدت عبات الإسلام بالمقلوب وحاولت أن تستبيح الدماء وتستبيح الأعراض والمقدسات والأوطان، بس أبناء العشائر والمرجعيات أدت دورها وقفوا. عشيرة خويلد إحدى عشائر العراق، لها تاريخ كبير وعريق، حتما لها دور بهذا الموضوع. واليوم فرصة الشاشة والتدوين فرصة مهمة إنه باكر الأجيال بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 100 سنة يجي يلقى أحد أبناء هاي العشيرة تكلم عن هذا التاريخ وحكى عنه. بداية أريد وياك إنه دور عشيرة خويلد بتلبية فتوى المرجعية ودورهم الجهادي في رد داعش وأشباههم. الله، ذكرت جنابك الكريم المشاركة في ثورة العشرين. نعم. بودي أن أحيطك علم بأنه هاي القبيلة لها مشاركة أحسنت في معركة ثورة العشرين في البصرة، هي الشعبة بالبصرة. نعم. نعم. وإلها مشاركة أيضا بالناصرية، يمكن بتل اللحم هيك مذكورة. نعم. عيابة بناء على تلبية فتوى المرجعية. أما الآن بالفتوى الجديدة أعتقد تعرف على مستوى، احنا على مستوى القضاء انا هسه احكي لك، وليس على مستوى المحافظه، على مستوى قضائي. المدينه اللي نعيش بها احنا اول قبيله من لبت نداء المرجعيه، الاول بالمناسبه اول قبيله اللي لبت، حتى يمكن شكلنا فوج وحطينا له اسم، كان اسمه فوج خديجه بنت خويلد، وايضا شارك في معركه، ويعني ولا زال قسم من اولادنا موجودين، هم بالحشد موجودين، وعطينا شهداء كثير،
دعم دعم ايضا موجود دعم لوجستي من كل ذولا. احنا يعني دور ابناء العشيره بيناتهم هم يتفازعون على هذا. نعم نعم بيناتهم بيناتهم. اكو مثلا فد اشخاص معينين تبنوا هاي القضيه. لا هم تقريبا شوفوا اللي شكل صارت لجان عندهم يعني لجان شكلوا ودعموا الابناء الحشد اللي من قبيلتهم لجان شكلوها وصار دعم لوجستي يعني دعم مادي غير مادي يعني من هالقبيل متواصل. نعم احسنت. انا اعرف انه الملا حسين حياك الله واهلا وسهلا بك. حسين احنا نتعبك اليوم ويانا خليل المايك امام الملا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدء نرحب قناة الحسين الفضائية نضيف الشيخ حركان. أنا أريد وياك أريد أخذ لمحة عن قضية دوركم بحق الشعب يعني أنت أنت أحد اللي متواصلين ويا الحمد لله إن شاء الله رجال الدعم ورجال التطوع. طبعا خويل التاريخ مشرف بالجهاد مثل ما تفضل الشيخ. من عام 1920 ثورة العشرين عندنا مشاركات وبالأخص في منطقة الشعيبة ومن المشاركين كان حركان الفندي غرقان الموحان رحمة الدغيليس ذولا اللي أجدادنا المعروفين اللي شاركوا بثورة. يعني اسم حركان معناته من الأسماء الموروثة يعني شارك حركان. نعم اليوم جناب الشيخ. نعم نعم حركان الفندي هو من المشاركين كان بثورة العشرين والطين هاي لها تاريخ حسب ما سمعنا جدنا. وكان قبل السفر مو تقول مثل الأيام هاي هسه كان السفر على الخيل مناطق بعيدة تعرف منها من الناصرية ومناطق قلعة السكر إلى البصر منطقة الشعيبة كان على الخيل وبقت مشاركات 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر هناك حسب ما سمعنا من جدنا. بعدين من تجي لمقاومة النظام البائد ذاك العهد من 1980 احنا بدينا وكنا احنا احد المعارضين بالجزيرة والأهوار والسماوة وذا قصور الرئيس بذاك العهد موجودة بيها وعندنا من المحتقلين حوالي بالمئة واحد محتقل من عشيرة قويدد وسجناء وأنا منعرفهم في سجن خاصة بالثمانينات العصر ذاك. بعدين نجي للفتوى أول ما لبينا نداء الفتوى احنا لبينا نداء الفتوى كان المخطط مالنا والحزام مالنا هو حزام بغداد بذاك العهد وصارت مشاركتنا من حزام بغداد على اليوسفية على اللطيفية علم طيبيجة على جبال حمرين مثلا انا طبعا الجهات الامنيه مثلا انا اقول لك عشيره خويلد بهاي المعركه مطي بحوالي بال200 شهيد ونعرضهم على مستوى خويلد العراق ونعرضهم وياي انا اثنين اخوان مكي حسين عبد الرضا وناظم حسين عبد الرضا الله يرحمهم جميعا اي وصلاح عقار وماجد حامد ذولا بقريه واحده وعباس تركي ذولا يعني من ناس الشهداء ذولا اللي نفس المعركه ويانا كان بهاي المنطقه. وتشوف مثلا من المشاركات والدعم اللوجستي اللي يتبع المقاتلين للمناطق البعيده مثل منطقه الموصل مهم كان هذا جدا للجيش. طبعا هو اللي تعرف الامدادات مال الدوله كان قليل يعني الراتب كان قليل مساعده قليل يعني حتى المجاهد تعرف اليوم ترى راح اللي شارك في هاي المعركه بالحشد المقدس هو ابن العائله الفقيره ابن الطبقه الفقيره ابن الفلاح ابن العامل لا تلقى لك ابن وزير ولا تلقى لك حتى ابن شيخ عام مثلا ما تلقى متواجد هناك. كل هالناس البسطاء اللي شاركت في هذه المعركه وغطت الدماء وابذلت وكذلك عشيرتنا يعني من العشائر اللي ابذلت الدماء والامدادات والارزاق اللي كانت تابع المجاهدين بها. احسنتم احسن الله يبارك فيك الله يسلمك رحمه الله. ولليوم بعت اللجان مستمره طبعا لليوم طبعا انا هسه حاليا لحاجيك انا اداوم بالقائم لواء سرايا الجهاد لواء 17 خوش خاتم الانبياء مستمرين لحد الان الحمد لله. صارت القضيه مو بس على عشيره خويلد وانما اكم وابناء العباقره طبعا هسه ترجع قلعة السكر هنا مو بس عشيره خويلد يعني قلعة السكر بصوره عامه سوى صندوق لدعم المجاهدين ضمن فتوى الجميع ماكو العنوان كتيبه معينه لا لا للجميع لا ماكو يعني للجميع 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 للجميع. انا اريد ما دام بعد المايك يمك والحديث وياك من المحاور المهمه اللي نقف عليها بالبرنامج واللي واضحه من عنوان البرنامج هو عشائر وشعائر لموضوع الشعائر الحسينيه اللي اكيد كلنا كبار وصغار وشيوخ وساده وعامين نفتخر نعتز بان نكون خدام للامام الحسين كل خدمه تكون معابه الا خدمه المولى الحسين بن عبد الله يعني واللي اعرفه انا من المدينه عشيره من العشائر اللي متواصله قضية الخدمة أكو أكثر من موكب موجود على حد علمي على طريق للمشاية كذلك يعني من هاي العشيرة موجود منهم الشاعر الحسيني موجود منهم الخطيب الحسيني أنت بقربك من الوسط المنبري والخدمة الحسينية ما لين تعب بدراب الله يسلمك
ما دام المايك يمك، معلوماتك على مود تدون تاريخنا هذا. احنا انا معلوماتي حسب بعهد صدام حسين، بعهد ذاك النظام البائد، كان عندنا موكب بالنجف معروف باسم عشيرة خويلد، والحد الان موجود لحد الان يوم خانص بال 52 بال 72 بال 72 مؤسسه حسينيه لهم ذاك العهد. نعم. بعدين احنا حتى عندنا من قراء المنبر المعروفين مثل الدكتور فيصل الكاظمي. نعم. اللي هو من عشيرة خويلد من ابو سهل. نعم. يعني رجل معروف. اسم المنطقه صحيح. اسم المنطقه مالته. نعم. الشيخ حسن، الشيخ صالح الخويلدي، الشيخ حمزه الخويلدي. نعم. دول من قراء المنبر المعروفين يعني الرزقونيين المعروفين. كذلك بالمواكب عندنا، المواكب مثلا طريق الفتيره عندنا، لان اكثر عشيره خويلد حوالي بال 15 موكب موجود لعشيره خويلد على الشارع. المواكب تقدم الخدمه، تقدم الخدمه من ماء واكل وشرب ومبيت للزوار اللي تجي من البصره، الزوار اللي تجي من العماره، يعني من الاهواز، من المناطق من ما تجي الزوار، هي اهم بيت وتقديم خدمه للزائرين. احسنت. احسن الله اليك. اريد انتقل ويا استاذ الشاعر حسام الصياح. خلي لي مايك قريب من عندك استاذ حسام. حياكم الله استاذ احمد. وسهلا بك وشرف اني اتجدد وياك اللقاء، ولكن وانت مضيف امامه وانت ضيف على شاشه قناه الامام الحسين، انت احد خدمه الحسين يعني قبل ان تكون احد ابناء العشيره. نسال الله ذلك. وكذلك من الشعراء اللي لهم حضور بالقصيده. اريد امر على موضوعه الخدمه الحسينيه، نكمل بعد ان تكلمنا مولى حسين حول المواكب وحول دور ابناء العشيره. دورك انت كيف تشعر على ابناء عشيرتك كيف يطرا؟ نعم، حياكم الله استاذ احمد في بيتكم ومضيفكم ان شاء الله انتم وجناب الكادر. مثل ما تعرف ويعرف كل الشارع العراقي بشكل عام انه مناطقنا اللي تكون في وسط طريق المسير الحسيني بالتحديد الأربعينية، نكرر ما يقوله الكثير من أهل هذه المناطق، الحمد لله الذي جعلنا من جعل مدينتنا ممرا للزائرين. عبارة دائما بالضبط. فهذه وتعرف عند موضوع الإمام الحسين تذوب الأسماء والمسميات، لا يبقى هناك من هذه القبيلة أو من تلك العشيرة، لكن مع هذا مثل ما أشار الأخ مولى حسين أنه تبقى أنه مثلا المناطق اللي خلينا نقول 90% من ساكنيها من هذه العشيرة راح تكون أو القبيلة، راح تلقى بها أنه المتواجدين في هذه الخدمة كلهم من أبناء عم. فهنا بالضبط على خاصة في طريق العمارة في ما يخص منطقتنا، يعني بحكم مكانها الجغرافي منطقة العمارة أكثر شيء تكون ممرا للزائرين من هذا الجانب. نعم، المناطق القريبة كذلك الشطرة وما شاكل تمر لها بيوت أبناء خوالد أيضا في المدينة، في داخل المدينة. قلت لك أستاذ أحمد أنه القضية ذوب ما تبقى تحت مسمى خوالد، لكن مع هذا كذلك مع هذا مشاركة قبيلة أبناء خوالد، لعله أنت أحد أبناء هذه المدينة، تراها في العزوات الحسينية بشكل لافت، تراها ترى بيرغ أو بيرق قبيلة خويلد في مقدمة مواكب الإمام الحسين، كبارهم تراهم كذلك من المشاركين كشاعر أو رادود أو مستعرضي العزاء لسيدتنا الزهراء. أحسنتم. ما دام يعني بعد ما رأينا هم أيضا نقف شعريا ويا أستاذ حسام الصياح، نسمع من عند أهل البيت الشيء. إن شاء الله ولا نتعدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. في قصيدة نسأل الله أن تكون مقبولة عند أمير المؤمنين باسم عدل القرآن. حبل الله المتين ومن تمسك به ما زلت اجدامه ولا نقص فرضه. حبل الله المتين ومن تمسك به ما زلت اجدامه ولا نقص فرضه، ممكن تنقضى كل واجبات الدين بس حبك علي هيهات أن يقضى. أم نقولن يا علي
يتوضح القب هاي مطهر ذكر اسمك بالحلق لفظه اسم حيدر حرز فكعازة المظنوك وتبين الشدايد فايدة حفظه حق الخلق داخت بيك ابو الحسنين اذا نور العرش من نورك تشظه يا محور يدور الحق حدري مناه وش يرضى علي الحق من ورا يرضى احسن الله يا محور يدور الحق حدري مناه وش يرضى علي الحق من ورا يرضى اذا روضت محمد كوثرا سقياه وعلي الروضة إذن ما أعظم الروضة علي باب محمد يعني جبرائيل إش يعرض على الرسول الحيدر يعرض علي باب محمد يعني جبرائيل إش يعرض على الرسول الحيدر يعرض علي بيك الله فتح لليتيم أبواب اللي انسدت بوجهه بعطفك تعوضه شفال اليتامى وماسح له الروس ينشف دموعهم حد ساعدة توضى صحبته ويا الرقاب البصمة والإبهام يقطعها بلحاظ ويعتق بلحظة صحبته ويا الرقاب البصمة والإبهام يقطعها بلحاظ ويعتق بلحظة ذو الفقار باطش بيد والحسنين بس جفوفه كانت أبطش وأمضى علي وقت الحرب ويقبض أرواح القوم علي وقت الحرب يقبض أرواح القوم لكن دمعة يتيم المغرب تقبضه علي مشيئة الله حيدر في وجوه اشتات قطبها الكون كله بطوله وبعرضه البراق تخلدت من حملة المرسول وحيدر بالحمل لا بالضبط نقضه علي ما قال لله كيف تحيي الناس ولا إعجاز طالب يشفي بي مرضى يقل للشيء كون يكون بأمر الله ممثل الله حيدر بالأرض نبضه عد الله الشمس عد الله الشمس مو صعب أن تنعاد عد الله المهم المرتضى يرضى عد الله الشمس مو صعب أن تنعاد عد الله المهم المرتضى يرضى والأشياء تعرف من خلال أشباه الذهب بالذهب يعرف فضة بالفضة وعلي قرآن قرآن ناطق ما يزل قرآن إذا بعض علي يتفسر ببعضه إذا بعض علي يتفسر ببعضه سلام بارك الله فيك سلام إن شاء الله موفقين إن شاء الله رجع لي المايك ممنونين من عندك ومن شكرا لك حسين ممنونين منك يا مولى حسين الله يسلمك على هذا وان شاء الله طبعا احنا نحملك امانه المحبه والتحيه والتقدير الى كل اخواننا من رجال الامين من الحشد الشعبي وابناء عشيره خويلد بالذات ومن خلال شاشه قناه الامام الحسين لهم منا كل التحيه الرجال اللي حملوا عاتق الدفاع عن العراق بمقدساته وبتاريخه وبابنائه وبكل ما يرمز بالانتماء له. احنا اليوم متشرفين يا ابو حسين نكرر الاعتذار منك ومن حياكم الله. احنا طبعا جينا ونحمل ويانا لوح مقدم كهديه الى عشيره خويلد ويحمل اسم شيخ العشيره الشيخ حرشان جود البردي مقدم من سماحه المرجع الدين الكبير ايه الله العظمى السيد صادق الشيرازي. نتشرف بأنه نقدمه لكم وهو منقوش على اسم العشيرة. شكرا. تفضل حسين. يا الله شكرا جزيلا. يا الله. هذه هنا صورة الميرزا الشيرازي صاحب فتوى الجهاد مال ثورة 20 وصورة السيد صادق الشيرازي ورسالة السيد إلى شيوخ العشائر وهذه الأبيات اللي باسم الشيوخ للإمام الحسين انه هو شيخهم وشيخ الوجود كله ان شاء الله نتشرف بان نقدمها الى جنابكم شيخ. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا شكرا. بعد الدور للمهاويل ان شاء الله. زياد. واخ زياد حياك الله. صديقي بعين حط النوايوده وعلى الكواك ادور له. صديقي بعين حط النوايوده وعلى الكواك ادور له. بس البرده هوسهن
ويودة لأن هم البخت وأهل الثنية. الخوالي من سالف ما أظل مندوم، الخوالي من سالف ما أظل مندوم، أهل أم العلا وأهل الحج الملزوم. الخوالي من سالف ما أظل مندوم، أهل أم العلا وأهل الحج الملزوم، لا رافقوا بومة ولا مشوا يلحوم، لا رافقوا بومة أو لا مشوا يلحوم. أنت ميسولف عنكم أو يوم الصايح ما تجفون، أنت ميسولف عنكم يوم الصايح ما تجفون، أنت ميسولف عنكم يوم الصايح ما تجفون، أنت ميسولف عنكم يوم الصايح ما تجفون، أنت ميسولف عنكم. بعد حنجرة المهوال زياد ومن مضيف عشيرة خواليد وبحضور الشيخ حرشان جود البردي وأبناء هذه العشيرة، أستودعكم الله أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، على أمل أن نلتقيكم في حلقات جديدة وبرنامج عشائر وشعائر. في أمان الله.